اكيد في فير بلاي في ساعتنا الثانيه نحكي على الشباب القيروانيه الفريق اللي غادر الموسم الماضي للرابطه الاولى. على كل يوم مجموعه من المنخرطين في الفريق بعثوا مراسل الجامعه التونسيه لكره القدم ورئيسها وديع الجريب. باش نعرفوا اهم ما جاء في المراسله هذه من عند زميلنا ومراسلنا في القيروان عبد المجيد الجبيلي. مجد اهلا بك. مرحبا بك. اهلا وسهلا. تحيه لك سلام ولكل الساده المستمعين. شنو احوالك خويا؟ شنو الامور؟ صباح لاباس الحمد لله. قبل قبل ما نحكي مع الشباب طمنا على الوضع الصحي مساج في القيروان. خلينا نصغر الفرصه. كانك حاضر كانك حاضر سلام. انا جيت نقول لك الحمد لله اليوم ثم خبير مفرح خبير باهي لما حال عطتونا لدرجه هويه للصحه بالقيروان. اليوم لاول مره منذ انطلاق الوباء نسبه التحاليل الايجابيه تنزل حتى ال 20%. وصلت في بعض الاحيان في البيك اسلام حتى ال 56%. اليوم نلقاو الحمد لله 20%. حتى نسبه الايواء في المستشفيات نقصت برشا والحمد لله. ان شاء الله الانفراج هذا تقريبا ان شاء الله يتواصل. الانفراج بدا يظهر في مكه ان شاء الله يتواصل وان شاء الله انفراج ازمه الشباب على 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 على, 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 على بطبيعه الحزه ايضا تسير على يا ذنوب يا مجد. عندنا توا تقريبا عامين وين ناخذوك نحكيو على نفس المواضيع تقريبا نفس اللي هي نفس مشاكل ماليه. لا مشاكل ماليه ومشاكل اداريه سام. تعرف الشبيبه هي الامانه يعني مشاكل اداريه اكثر منها مشاكل ماليه لخاطر الامور الماليه بطبيعه الحال تسيرها كل السياسه الحكيمه السياسه منها نجموا معناتها يقع تجاوزها الامور الماليه. لكن اليوم كي تلقى ربما مسؤولين ما يعرفوش حتى كيفيه تسيير حتى اقل جمعيات رياضيه يعني بطبيعه الحال قله التجربه والخبره تخلي تعرف تو الشبيبه عندها تقريبا من 2018 تو بلا تقرير مالي. يا اسلام تصور جمعيه رياضيه في قيمه الشبيبه ما عندهاش تقرير مالي. التقرير المالي تقريبا تاع 2018 فيه اكثر من مليار ديون معناتها متخلده ولا الى غير ذلك. فالازمه تعرف الشبيبه نزلت للرابطة المحترفة الثانية بثلاثة نقاط في موسم تاريخي بأتم معنى الكلمة. فضايح بالجملة بطبيعة الحال وفريق في موسم للنسيان هو في صحة العبارة. فمشيت الهيئة المنتخبة جات هيئة تسييرية حتى الهيئة التسييرية ما عملت حتى شيء والأمانة بطبيعة الحال. فبعض الجماهير أو كل الجماهير حمد ربي اللي على أساس كيفاش صارت حتى في التقديم عملية تقديم الترشحات صارت قائمة وحيدة قدمت ترشحها للانتخابات تاع 20 جوان. فار تعرف تأجلت على ظروف صحية بطبيعة الحال وما زالت متأجلة الشيء اللي خلى بعض الجماهير وعديد الجماهير يطالبوا الجامعة التونسية لكرة القدم في مكتوب رسمي ومنذ مدة ولا محالة يطالبوها بالتدخل العاجل باللجنة المستقلة بتاعها باش التدخل العاجل للإشراف على يلزم يطالبوا بالإسراع بعقد جلسة عامة انتخابية باش على الاقل الهيئه الجديده هذه اللي قدمت ترشح قائمه وحيده على اساس وان تاخذ المشعل خاطر ما عادش تعمل ما عادش وقت. والهيئه دي عندها برنامج يقولوا عندها برنامج ثري باش تبدا في الانتدابات نتاعها من مدربين ولاعبين والتحضير للموسم القادم. بطبيعه الحال هذه ما تصير نجم تصير لما تولي هيئه قانونيه منتخبه قانونيه. بطبيعه الحال اليوم ثم هيئه تسييريه ثم بعض الحلول. بطبيعه الحال ثم نعطيك حتى معلومه اخرى وانه وجيه العلويني اللي هو نائب رئيس فرع كره قدم في القائمه هذه المتقدمه مترشحه هو بيدو عضو في الهيئه التسييريه السابقه. فمعناتها حتى من باب انه باش يخرجوا من الوضعيه الصعبه اللي على اساس باش العجله تدور نتاع الجمعيه وتبدا تنطلق في الخدمه العمل فاقترحوا على اساس وان يكون رئيس هيئه تسييريه هذه وجيه العلويني على اساس وانه حتى من الناحيه القانونيه الشكليه انه امور قانونيه في انتظار بطبيعه الحال ابرام عقود وانتدابات ولما الى غير ذلك في بطبيعه الحال. ثم المقترح هذا ربما ما عجبش برشا حبه برشا ناس ذاك علاش تأجلت الأمور. فبادرة أخرى من حباء الشباب يطالبوا فيها الجامعة التونسية لكرة القدم باش تتدخل باش تشرف على الجلسة الانتخابية وحتى عطاو اقتراحات إسلام عطاو قال لك علاش نحن تو في الوضع الوبائي هو الحمد لله تو المحل يسير نحو الانفراج حتى تو في الوضع الوبائي عطاو اقتراح يقول لك علاش ما نجم يكون لجنة مستقلة تكون في المقر تاع الجمعية ويصل معناتها ويمشي بالواحد بالواحد. ربما باش ياخذ شويه وقت ربما حتى على امتداد نهار كامل او نصف نهار العمليه الانتخاب تصير بصفه فرديه.
كل مرة يدخل محب معناتها ينتخب ويخرج على روحه من باب هذه احترامك للإجراءات بتاع البروتوكول الصحي. فهذا مقترح ربما قد ربما يمشيوا فيها أكثر لما حالة نستنى وإحنا تو لما حالة رد بتاع الجامعة التونسية لكرة القدم مش ترد على جماهير الشبيبة شنو بلبنا قرار وبأي معلومة وبأي ربما تتم عملية بطبيعة الحال العملية الانتخابية يتم اقتراح تاريخ جديد. تعرف كما قلت لك إن شاء الله الوضع الوبائي في الكورونا بدأ يسير نحو الانفراج إن شاء الله ربما ننتظر وإحنا تو القرار الأخير عند الجامعة التونسية لكرة القدم. يعني برشا برشا حتى أخبار في الشارع القروان على المدرب والمدير الرياضي المدير الفني واحد من الناس تأكد حسب اللي الأخبار اللي عندي عثمان الشهيبي قد يعود ولا إذا حبيت يشغل كان حسب الأخبار الرسمي اللي عندي المعلومة الرسمية تقريبا هو عثمان الشهيبي هاكا مش كانت عندك أخبار جي اس كاي يا مجد نعرفك راك بعد حال سلام المد معروف بعد حال على الأخبار كلها ايه كمل شامل الشهيبي هو مازال ينتظر عثمان الشهيبي بعد حال كيف وكيف الهيئة الجديدة هذه باش تاخذ مع تتسلم المقاليد معناتها الإدارية نتاعها ثم أيضا معها اسم آخر اللي هو صالح السيد بتبعت حال صالح السيد تعرف مركز تكوين الشبان اللي هو من مؤسسين متاعه هو صالح السيد وعرف مع ذروة النجاح متاعه مع صالح السيد وعثمان الشهيبي ذوما تعرف يعني من الشرميتي زهير الذويدي وعديد النجوم متاع البطولة التونسية اللي خرجين من أكاديمية الشبيبة كلهم تخرجوا عن طريق مركز تكوين الشبان برئاسة صالح السيد مجد فما تفاعل من الجامعة من عاش ثم كواليس خاصة نعرف حامد المغربي معناتها من الجهة مقرب وهو فاعل في كواليس الجامعة التونسية لكرة القدم فما تفاعل يستناه في الأيام القادمة فما ما عاش وعود فما حاجة من نوع هذا هو بالنسبة للأستاذ حمد المغربي ما نتصورش أنا حتى كان فم حجم ما تخرجش للعنن أما نتصور معناتها حسب معرفتي بعض الحباء والكواليس نتصور معناتها حمد المغربي ينجم يكون عنده معناتها رأي في الموضوع ويساعد حباء الشبيبة باش على الأقل والناس كله ومش حتى كان حمد المغربي الناس كلها الحباء الكل يحبوا يخرجوا من الوضعية ذي يخرج يحبوا يطوي صفحة الفارطة ويفتحوا صفحة جديدة للشبيبة خاصة كما قلت لك أستاذ وأنه برنامج يقولوا برنامج ثري ممتاز للهيئة للقائمة هذه منها فتح مركز تكوين الشباني اللي مسكر هو عنده سنوات ثم انتداب مدرب ثم كذلك بعض اللاعبية وهيكلة جديدة تنتظر في الفريق الشبيبة. واضح هذيك صحة شكرا لك فما حاجة أخرى مجد لك هاو هذا هو تقريبا لا كله فما حاجة جديدة أكيد باش تكون في يعطيك الصحة عبد مجيد الجبيلي مراسلنا في القروان على كل هذه التفاصيل ما ديتنا بها بخصوص آخر الأخبار في جي اس كاي الفريق اللي كما قلت غادر الموسم الماضي بطولة رابطة المحترفة الأولى كانت قدموا اليوم مجموعة من الأحباء بعثوا مراسل الجامعة التونسية للإشراف على انتخابات الفريق الوضعية الإدارية خاصة كما كان يقول عبد مجيد غامضة شوية في جي اس كاي إن شاء الله تفرج الفريق ويعود الرابطة الأولى بعد موسم أقل ما يقال عنه الموسم الماضي إنه موسم كان كارثي. موسيقى وبعد الأخبار ثم راجعين مكملين فابلي.